يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذه الآية اخترتها حقيقة لنستأنف بها هذا البرنامج، لأن لها قصة عظيمة وقعت لوالدي ومعلمي وشيخي ومربي الوالد الشيخ علي بن الشيخ عبد الرحمن صوفي. كان كلما مر على هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات توقف عندها وحكى حكايته فيها. كان طالبا للعلم في يعني بدايات القرن الثالث عشر الهجري، وكان في حضرموت يدرس هناك العلم، ثم رحلوا إلى الحج برا طبعا على الجمال وكذا، يعني ذاهبين إلى الحج. وكان في تلك الأيام قطاع الطرق موجودون يعني بكثرة في تلك المناطق الأعراب. فيقول ونحن في الطريق أمسكونا هذول الأعراب قطاع الطرق، وبعد أن استلبوا كل المال هيئونا للإعدام والقتل، وأتوا بنا إلى حظيرة القتل يعني يقتلون حتى لا يخبر عنهم أحد يعني. يقول فجاءنا كبيرهم ليأمر بالأمر القتل وكذا، فقلت له هل تسمح لي بكلمة؟ فقال تفضل. قال فتلوت عليه هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى آخر الآيات. يقول والله ما أن انتهيت منها حتى استعبر الرجل وبكى، يعني رئيس قطاع الطرق بكى هذه، وأبكى من حوله. ثم كانت النتيجة أن أرجع إلينا جميع أموالنا، وليس هذا فقط، بل رتب لنا من الحرس من يوصلنا إلى مأمن، من يوصلنا إلى مأمن في الطريق حتى سلمنا ونجونا. فكان الوالد يقول هذه الآية بها نجاني الله في تلك الحادثة من القتل، وسينجيني الله تعالى من عذاب يوم القيامة. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت.